نختم هذا اللقاء بسؤال من فقرتين لأحد الإخوة، يسأل عن حكم الائتمام بالمسبوق. يا شيخ، لا يأتم بالمسبوق، وإنما يأتم بمن يدخل ممن فاتتهم الصلاة فيصلي معهم، أما المسبوق فلا يأتم به، أو إذا وجد واحدا يصلي وهو ليس مسبوقا يصلي فيدخل معه لا بأس، أما المسبوق فلا، لأنه مأموم، المسبوق مأموم، ولا يكون المأموم إماما إلا باستخلاف الإمام له. نعم.